كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، أضرار كبيرة وجسيمة خلفتها الأمطار والسيول الجارفة هنا في محافظة مأرب، وفي هذه المنطقة كثير من المزارع تأثرت والمنازل أيضا. المواطنين يشهدون الجهات المعنية والمسؤولة، وأيضا لابد من تدخلات من المنظمات الداعمة لإغاثة النازحين وكذلك السكان الذين تأثروا كثيرا من الأمطار والسيول. تشاهدون المواطنين بجهد ذاتي يعملون على صد السيول الجارفة التي تأثرت منها المزارع والمنازل هنا في محافظة مأرب. السلطة المحلية تبذل جهود كبيرة في هذا المجال لدرء الخطر على المزارعين وعلى السكان وعلى المنازل. ميكروفون عدن قام بنزول ميداني وأجرى لقاءات ميدانية مع المضررين مع الجهات المعنية، نتابع تفاصيلها مشاهدينا الأعزاء في هذا الاستطلاع الميداني. بناء على تكليف وتوجيهات الأخ اللواء سلطان بن علي من قوة الإرادة محافظ المحافظة رئيس المجلس المحلي، شكلت لجان طوارئ لمديرية الوادي ومديرية صرواح، وباشرت أعمالها اللجان الميدانية لدرء الأضرار عن المزارع والبيوت والمنازل، وها هي اللجان تعمل على قدم وساق وبمتابعة وإشراف مباشر من الأخ المحافظ اللواء سلطان بن علي من قوة الإرادة. حقيقة سواء منذ الصباح الباكر أو خلال فترة النهار، والأخ المحافظ يتابعنا باستمرار، ونحمد الله أنه بتوجيهات الأخ المحافظ تم توفير بعض المعدات سواء من الدركترات أو الشيولات وقلابات الأحجار، ولا زلنا في متابعة لاستقدام المزيد من المعدات. أنتم تشاهدون الأضرار في المزارع ونتيجة للكثبان الرملية الهشة، السيل أخذ مجراه واقتحم المزارع وبل بعض البيوت، ولكن إن شاء الله تعالى بتعاون الجميع وتوجيهات الأخ المحافظ احنا نطمن الجميع أن الأمور طيبة، وهناك العمل يجري على قدم وساق لحماية المزارع ولحماية السكان والمنازل. لجنة الطوارئ هنا في مديرية الوادي المعاناة حاصلة يعني وقائمة. المعدات الآن الحمد لله يعني استطعنا توفير يعني بعض المعدات من نقطة من العرقين آخر يعني الآن حيث انتهاء السيل الآن في العرقين. الآن هناك معدات تشق طريق للسيل بحيث لا يقف في مكان، ومرورا بالمواقع كلها هذه استطعنا أن نغطيها ببعض المعدات، ولا موقع إلا وفيه يعني معدتين ثلاث معدات تشتغل، لكن يعني لا زالت الإمكانيات قليلة حكم يعني تدفق السيول الكبيرة، وهذا يعني لا زال العجز موجود. بعض المعدات الآن يعني نحتاج معدات أنها تكون احتياط لأنها يفاجئنا السيل في أماكن أخرى ما كنا يعني نحسب يعني حسابها، هذه يعني الآن لا زلنا نعاني منها. اليوم المعدات الحمد لله يعني توفرت، لكن لا زال العجز قائم، وأيضا بحكم الآن الأضرار الموجودة الآن يعني ندعو الآن يعني المنظمات، ندعو الآن الإعلام أن يجي يأتي يوثق ما الأضرار التي حصلت للناس. اليوم القضية مش قضية الآن السيل يعني يجزع مع الوادي، السيل الآن أخذ يعني مزارع بحالها يعني انتهت، بيوت انتهت الآن يعني الآن، ولا شفنا الدور لا المنظمات ولا الإعلام، التغطية الإعلامية ضعيفة. اليوم الوضع يعني الناس في استنفار وفي حالة طوارئ 24 ساعة ما أحد يعني يوقف، حتى أصحاب المعدات الآن واصل ما في أنه يوقف، لو وقف لحظة يمكن يفاجئك السيل من مكان آخر. هذه نحن اليوم يعني نعاني منها، ولا ندعو الآن لأصحاب القطاع الخاص الذين لا زال عندهم معدات يدعموننا بعض المعدات، الدركترات الشيولات القلابات الكبيرة هذه نقل الحجار، لأن الماء الآن لابد تعمل مصدات، إذا ما في تشوف الآن هذا إذا ما في مصد هذا يروح مع الماء يعني. هذه الآن نحن نحتاجها. نشكر كل الآن شركة صافر، مجموعة أبو ناب، الشيخ مبارك بن عجيم، الشيخ صالح بن عوض بن معيلي وغيرهم غيرهم من اللي شاركوا ساهموا معنا بمعداتهم صراحة يعني من أول يوم وهم ساهمين معنا، فنحن ندعو الجميع للتعاون، ويعني هذا ولا زال وهذا وقت يعني ما تدري الآن، هذا وقت مطول ما تدري متى الآن هذه السيول يعني أنها توقف أو تنتهي،
فندعو الجميع للتعاون وشكرا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله على كل حال، أولا وأخيرا نحمد الله ونشكره، وإن شاء الله أنها رحمة ليس عذاب. ونحن كما ترون المزارع اتدفنت، البرتقال انتهى، اتدفنت الآبار، خطوط المياه، مشاريع الري، الجرافات الزراعية، الشيول كما ترون أمامكم، والبيوت. ونحن الآن نطالب في حمايات شبوك، والخطر لا زال قائم وأقوى، لحيث بهذا السيل لأول مرة على مدى التاريخ أن يجي مع حذرجان. ونطالب السلطات المحلية والمنظمات العالمية بأن تقوم بالنظر إلى هذه المنطقة، لحيث وهي متجهة سيده من إيش؟ من بوابة حذرجان، لحيث والخطر قائم، وهذه السيول تتدفق بغزارة وبكثرة، ولن تصدها إلا منظمات عالمية وجهود دولية، لن يصدها المواطن. نحن صددنا والحمد لله ما قصروا، والحمد لله تعاونوا أبناء منطقتنا، منطقة النقيعة، نحمد الله على جهودهم المبذولة والمتعاونة، وقد كافحوا، والحيث والسيول قد دخلت إلى بوابة البيت، وهذه البيوت التي بيش بأغلى الأثمان ولن تسكن إلى الآن. ولكن الحمد لله بتوفيق من الله تم وجهد أهل المنطقة طلع الماء منها، نحمد الله على كل حال، ونطالب الجهات المختصة ومحافظ المحافظة العميد سلطان العرادة الذي يبذل جهود، وهو معني بالجهود، وهو قد الجهود، ولن يخلف يضيع الآمال فيه، أن ينظر إلينا بنظر ويشتغل لما هو محافظته، وأن يرى أي شيء يصلح ليش للبوابة حذرجان لتعديلها من المنطقة، لحيث ونحن الحائر هنا عندها المصب الأساسي يصب هذا الوادي ويفرش هنا عندنا. ونحمد الله على كل حال، نسأل الله التوفيق، وأن الله يوفق الجميع، وأن الله يرفع منا هذا السيول، وأن يجنبنا البلاء إن شاء الله. مبارك سالم القادري. والطالب الدولة، والطالب المحافظة الله يحفظه، والطالب الناس المختصين. والحين ضررات قدها معروفة، قدهم يشوفونا، بيوتنا دخلها الماء، مزارعنا شلها الماء، أهلنا نزحوا، هربنا بهم قبل السيل، وقد اللجنة والمحافظ حتى داري بالوقع المحافظة هذه، ما هو بغير منه يعني. والحين الطالب الجهات المعنية والمختصة، أي جهة مختصة دينا أو ما دينا يعني، كل شيء واضح على باب الشاشة. ونقول لهم أهلا وسهلا باللي جانا، والغايب يحرك نفسه. صالح سالم صالح القادري. يلا حياكم ورحمة الله وبركاته أخواني. والله كنا نايمين، بعدين ما حسينا السيل فجأة وإحنا نايمين، مش عارفين إيش نسوي، ما معنا إلا شردنا بأنفسنا وعيالنا والممتلئ أي حاجة معنا، حتى المواعين، المهم كل شيء سياله معاه، ما سلمنا إلا برواحنا بالقوة، وشل البيوت وشل، سبحان الله الحمد لله رب العالمين، ما نملك ولا أي حاجة، والحمد لله على العافية والسلامة، والآن انظروا في وضعنا وجزاكم الله خير. كما تشاهدون أعزائي المشاهدين، كثير من المنطقة الأثرية أيضا معرضة للانهيار من السيول الجارفة والأمطار، إذا ما تم تدارك هذه الأماكن الأثرية المهمة بمصدات وعمل حماية لها للحفاظ عليها. أيضا معنا هنا أحد الأخوة من أبناء المنطقة، حدثنا عن هذه المناطق الأثرية التي لابد أن يكون اهتمام لها في هذا الجانب. هذه إشحمة التي كانت فيها الشاشة، وهي من المعالم الأثرية القديمة السياحية التي كانت من السبائيين القدماء، وكان الوادي مجرى السيل من خلفها ويجري إلى من الأخير إلى خلفها كامل، إذا لم يتداركها في السيل بيجرفها جرف الآن وبيطلعها على المنطقة، لحيث هو مجرى السيل الأساسي والرسمي من خلفها، ويكون فتحة السيل إلى الفلج مع الفتحاته القديمة، إذا في فتحوا له مع جريان الوادي القديم، ليش في إشحمة وفي حزم حطمان، وفي يتدارك الوضع قبل أن تجرف
المعالم الأثرية السياحية تجرفها السيول وتروح ولا شيء. وفقكم الله، ونطالب السلطات المحلية وهي أفهم وأخبر، وموفقين خير، ونسأل الله التوفيق. Get on that.